اتفضل القهوة. هي الأوضة مالها منعكشة كده ليه؟ أنا هوضبها لك. اللي قولي يا استاذ ايهاب. ازاي يا جنة؟ مين دي؟ انت جبت الصورة دي منين؟ وبتسألي ليه؟ اصل الواحد لما يحط صورة بنت تحت المخدة يبقى بيحب. انا بشوف كده في الافلام. الذكاء الخارق اللي انت فيه ده. هاتي الصورة وانزلي تحت دلوقتي. لا مش هديها لك الا لما تقولي دي مين الاول. بقول لك هاتي الصورة يا جنة ومفيش وقت للهزار. مش هديها لك لما تقولي دي مين. الله. هاتي الصورة بقى. لما كنت بنظف الأوضة دي بحس إنها مليانة أفكار ومبادئ، لكن دلوقتي تنزلت من نظري. محروق شوية عشان كان بيعاكسني وانا نفضت له. بيعاكسك ونفضت له؟ ده ايه ده؟ وحشتينا لقاء. مش وانت داخل تعمل اي صوت بدل ما تخدني الخضة دي؟ انا اسف يا حبيبتي، نسيت اشغلك الكلاكس وانا داخل، وانت عارفة عربيتي كبيرة ما تخشش الاوضة دي. طب ما تشغل نور الاشارات احسن. انت نورك عالي، ما ينفعش معاك نور الاشارات. انت عايزه نور زيبق، افضل اقلب لك كده اقلب لك. قمتي ليه يا حبيبتي؟ ما انت كنت شاده فرامل اليد وقاعده جنبي، في ايه مالك؟ زهقت من القعده هنا بصراحه، ما بقتش اطيق الاوضه دي ولا بستحمل القعده فيها. ايه ده؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه اني ما بقتش استحملها خلاص. الهوا اللي فيها بيخنقني، ما بقتش عارفه اتنفس فيه. خلاص يا حبيبتي، فين التليفون؟ اتصلك دلوقتي اجيب لك 2 اكسجين كده تكوي تخلص بيهم كده لغايه الصبح. ما بقاش ينفع خلاص. انا نفسي في هوا طبيعي، نفسي اتنفس زي بقيه البني ادمين. طيب هو شكله ايه بتاع ده؟ ولا تقولي انا تحت ارض. ما تستعجلش، بكره تعرف يا حبيبي. خدي هنا. رايحه فين؟ راح اتنفس. ايه حكايه النفس معاها دي؟ انت من ادم انت؟ نعم. قوم كلمني. انت كلمني وانت قاعد ولا ايه؟ قوم. نعم. انت ازاي بني ادم تدخل اوضتي من غير ما تخبط عليا؟ ها؟ عمرك ما طلبت منك خبط عليك. انا كنت شاكك فيها، لكن انت عمري ما شكيت فيك. يا خساره. انت ازاي لك كلمني بالطريقه دي؟ ها، ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انا عمري ما هبص لواحده خدامه، فاهم؟ لكن انت لو بتحبها ده ذنبك انت، مش ذنبي انا. انا بحبش واحده حقيره زي دي، امثالها ملهمش مكان في حياتي، انما حياتك انت حر فيها. ولا انت نسيت نفسك انا ولا ايه؟ انت مكلمني كده ليه؟ انا عمري ما نسيت نفسي. أنا وحيد وأنت إيهاب. أستاذ إيهاب. ولا النغمة اللي بتتكلم بيها دي تتكلم بيها مع حد تاني.
فاهم؟ اوعى تكون فاكر عشان بقعد اتناقش معاك واخدك على قد عقلك عشان اطيب خاطرك انك بتفهم ولا حاجه. انت ما بتفهمش، انت ولا حاجه. اوعى تكون فاكر نفسك حكيم زمانك. وضح ان انت ما تعرفش يعني ايه حكيم اساسا. بجد؟ بجد يا استاذ وحيد؟ طب يعني ايه حكيم بقى؟ حكيم هو صاحب الحكمة. بجد؟ طب وايه بقى الحكمة يا فيلسوف عصرك واوانك؟ الحكمة اي كلام يمشي مع العدل والحق والعلم. انما الكذب والخداع والضحك على عقول الناس ليها اسم تاني. عن اذنك. تاني مرة يا زكي، هو الواد ده حكايته معايا بالظبط؟ هو الفاكس ده وصل امتى يا زكي؟ امبارح بالليل يا برنس. الحاج خد فكرة عنه؟ لا انا ما قلتلوش اي حاجة. وعن علمك بقى الشغلانة دي حلوة أوي يا شو. الشغلانة دي أهم من كل الشغل اللي عملناه قبل كده. بس المبلغ اللي غطى الطلبية دي مش معايا يا زكي. يا عم ما تقلقش هنتصرف. ازاي بقى يا فندم؟ ازاي ايه؟ ازاي يا جو؟ زي ما اتصرفنا قبل كده يعني احنا هنخلف. سيبنا انا بس ما اخلف الحاجة دي وانت ما تشيلش هم. ماشي. ما تحرمش منك يا زكي. ولا منك يا جو. مفيش حاجة يا برنس. برنس تاني. ازيك يا كمال؟ ازيك يا كمال؟ ايه بقى؟ هو انت ناوي تبدأ تتهرب مني كده كتير ولا ايه؟ تتهرب ازاي؟ من ساعة ما رجعنا من شرم الشيخ وانت ما بتسألش عني بتتهرب مني. حتى دلوقتي اتقابلنا بالعافية وبرضه بتتهرب مني. ابدا لا بتهرب ولا حاجة. امال ليه ما كنتش عايزني نتقابل؟ ايه؟ ما وحشتكش؟ ايه العجبان انت وحشتني؟ انت دي مش مقدرة انك انت ست متجوزة. مش فاهمة يعني انت متجوزة من راجل ليه افضل كتير عليا. يعني ما ينفعش يبقى في حاجة بيني وبينك. انت انت بتضحك على نفسك ولا ايه؟ هو احنا لحد دلوقتي لسه ما بقاش في حاجة بيننا؟ من فضلك يا لقاء ما تصعبيش الدنيا عليا. انا مش ناقص ومش مستحيل. على فكرة انت اللي مصعبها على نفسك. انا مش مصعبها ولا حاجة. انت مش عايز تصدق من جواك ان اللي بينا هو اللي هيهون علينا كل حاجه في حياتنا. ما ينفعش. انا وافقت ان احنا نتقابل النهارده علشان اقول لك انك انت لازم تنسي اي حاجه حاسه بيها ناحيتي. طب وانت كمان مالكيش دعوه بيا. انا مش حاسس باي حاجه ناحيتي. انت كداب على فكره كداب. انا عايز اقول لك على حاجه. الاحاسيس والمشاعر ما بتتنسيش بسهوله. الاحاسيس والمشاعر بتموت. انا عن نفسي ما عنديش استعداد اموت مشاعر حسيت بيها وكانت جوايا. ابقى موتها انت بقى.